نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. فلتر الشربن وهو مهمته لزيادة التفاصيل، يعني الفائدة منه هو لزيادة تفاصيل أو حدة الصورة. في بعض من الأحيان نجلب صور تكون صغيرة الحجم، عندما نقوم بتكبيرها تتشوه تلك الصورة أو يحصل عليها نوع من البلور لتلك الصورة. فنحاول دائما في أمر الشربن أن نعدل تلك البلور التي تحصل عليها الصورة بسبب تكبير حجمها. فنستطيع التعديل عليها من فلتر الشربن ومن أمر النويس الذي شرح قبل قليل. فنستطيع أن نأخذ يون شربن، طبعا الشربن كلها متشابهة تقريبا مع بعض البعض، ولكن أشهرهم هو اليون شربن. فكما تلاحظون يقوم بزيادة تفاصيل لنا على الحواف وغيره من الأمونت. نستطيع من الراديوس نجعل تلاشي لهذا التأثير، وأيضا التحكم بالإضاءة به. من الثريشولد كما تلاحظون أمام، طبعا هو فلتر جميل جدا، وأكثر شيء نقوم باستخدامه مع الصور الصغيرة عندما نقوم بتكبيرها فتتشوه، فنقوم باستخدامه لزيادة التفاصيل ولكن بدرجات معينة كي لا تتشوه معنا الصورة. طبعا السكيتج شرح مع أمر الأرتستيك، يعني الفلاتر التي لا أقوم بشرحها قد شرحتها من قبل مع قائمة الأرتستيك. طبعا يوجد لدينا أيضا من الستايلس عدة فلاتر جميلة. هذا الفلتر أيضا نقوم باستخدامه دائما للحصول على نوع من طبعا نستخدم هذا الفلتر دائما للحصول على نوع من أنواع السجاد أو القماش التي يوجد فيه الصوف ولا آخره، فهو نتائجه جميلة جدا. فيه عدة أوامر، كما تلاحظون أمامكم، وقام بتحويل لنا الصورة وكأنها نوع من أنواع السجاد وإلى آخره. الأمر الثاني من الستايلس وهو الإمبوز. أيضا أنا أقوم باستخدام هذا الفلتر، هذا النوع من الفلاتر، أيضا لزيادة تفاصيل الصورة. طبعا نستطيع من الأمونت زيادة التفاصيل ثم الموافقة أوكي، ثم نقوم بتغييره إلى نمط آخر فأحصل على زيادة في التفاصيل. الإكسترود وهو جميل جدا، طبعا يوجد فيه عدة أوامر من التايب، أما أن يعطيك هي بلوكس أو يعطيك هو على شكل مثلثات أو يعطيك هو على شكل مربعات. من السايز نستطيع إعطاء درجة ذلك المربع أو المثلث، من الدبث نستطيع إعطائه العمق، ثم وأيضا الريندوم يعني أن يكون التوزيع عشوائي. فتظهر لدينا هذه المربعات كما تلاحظون أمامكم. سوف أقوم بزيادة تأثير الإكسترود، مثلا الدبث نجعله 50 كما تلاحظون أمامكم. أيضا نستطيع الحصول على نتائج جميلة جدا في أمر الإكسترود. فيند إتش وهو للتأثير على الصورة بعكس ألوانها أو بإعطائها
نوع من أنواع النيجاتيف. طبعا هذا الفلتر أيضا شرح مع فلاتر الأرتستيك. كما تلاحظون على تأثيراته تقريبا متشابهة. يبقى لدينا طبعا هنا أيضا الفلتر التايلس، وهو يقوم بتقطيع الصورة إلى أجزاء أجزاء. نستطيع من الأمر الأول وهو number of tiles إعطائه الدرجة التقطيع، ومن الماكسيموم أيضا بالمئة نستطيع إعطائه على طول وعرضه. نستطيع الأخذ الألوان من الباك جراوند، يعني من اللون الصندوق الخلفي، أو من الفرونت، أو الانفيرست إيميج قلب الصورة، وإلى آخره من الإعدادات. فكما نلاحظ يقوم بتقطيع الصورة على حسب الإعدادات التي قمنا بإدخاله. يبقى أيضا له الأمر ويند، وهو الرياح، أيضا فلتر جميل جدا. من الأمر الموث نستطيع إعطائه، أما أن يكون ويند، رياح، أو بليس، وإلى آخره من التأثيرات. وأيضا من الدايركشن نستطيع أن إعطائه، أما أن يكون من اليسار إلى اليمين، أو من اليمين إلى اليسار، على حسب الرقم. أيضا هذا الفلتر يستخدم في كثير من التصاميم، وأفضل مكان له هو عندما يكون في حالة الحركة، يعني مثل مثال على ذلك سيارة متحركة، أن نجعل السيارة تكون بهذه الشكل وإلى آخره. هو فلتر جميل جدا. أيضا لم يتبقى لدينا فلاتر غير الفلاتر الأذر، الهايد والماكسيموس والمونيوم. أيضا أنا أقوم باستخدام هذه الفلاتر في بعض من الأحيان لزيادة التفاصيل. أقوم باختياره بهذه الدرجة ثم تغيير النمط، فنحصل على نتائج بزيادة تفاصيل الصورة. هذه هي قائمة فلتر. طبعا يوجد لدينا كثير الكثير من الفلاتر التي نستطيع تحميلها من الانترنت وإضافتها. وكما تكلمنا في المحاضرة السابقة، نحاول في أكثر من الأحيان، طبعا ليس كل الفلاتر تعمل مع أمر السمارت السمارت كونفرت سمارت فلتر. عندما نقوم بتحويل اللاير إلى سمارت لاير، فليس كل الفلاتر تعمل معها، ولكن الأغلبية يفضل بأنه نقوم باستخدام السمارت، لنستطيع في أي وقت تغيير نمط ذلك الفلتر، التعديل على درجة ذلك الفلتر، وإلى آخره من التعديلات التي نستطيع الوصول إليها عندما تكون الطبقة في حالة السمارت أوبجكت.